وينضم إلينا من أبو ظبي أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس البرلمان العربي الأسبق. أستاذي أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية، نعزيكم ونعزي أنفسنا بوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. بداية يعني عندما نتحدث عن مناقب الفقيد وأيضا التعاون مع البرلمان العربي، البرلمان الكويتي كان له دور أيضا في التعاون مع الدول العربية في هذا المجال، نتحدث عن هذا الجانب أستاذ أحمد بداية. نعم، السلام عليكم، يعني نتقدم بكل التعازي لأسرة الفقيد الشيخ نواف الأحمد الصباح وإلى الشعب الكويتي وإلى الأمة العربية والإسلامية بفقدان هذا الرجل الصالح الذي عمل لدولة الكويت والشعب الكويت وللمنظومة العربية بصورة عامة. ولا ننسى سيدتي الفاضلة بأن المغفور له بإذن الله إن شاء الله يعني كان من الرجال الذين عملوا للكويت منذ تأسيسها ورافق أخوانها يعني والقيادات الكويتية المتتالية في صناعة الكويت وتعزيز دور الكويت في المنطقة وفي العالم بصورة عامة. وكان يعمل بصمت، عرفناه رحمة الله عليه رجلا صالحا ومتميزا، ونسأل الله له الدرجات العلى من الجنة إن شاء الله بخصوص يعني دور الكويت وشعبها وقيادتها في كل الظروف والتقلبات السياسية التي مر فيها المنطقة ومر بها الوطن العربي بصورة عامة. لا ننسى بأن دولة الكويت من المؤسسين في جامعة الدول العربية وأيضا في البرلمان العربي، ومشاركة النواب الكويتيين المتميزة في الواقع في تعزيز دور البرلمان العربي لخدمة الشعب العربي ولخدمة المنطقة بصورة عامة، والدور الذي تقوم به القيادة الكويتية في تأسيس مرحلة مهمة جدا في المنطقة، خصوصا كنا نتكلم عن بدايات تأسيس دولة الكويت، وإلى الآن وهي تعمل في المنظومة الاقتصادية والمنظومة الاجتماعية والمنظومة السياسية بصورة متميزة، وهذا ما أعطى الكويت يعني دور متميز في الواقع. صحيح إن شاء الله يعني سوف يكون هناك فقدان لهذا القائد العربي الأصيل في الواقع، والذي عمل مع قيادة دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس جامعة الدول العربية بكل همة وعطاء، ولكن هذه سنة الحياة. وفي تصوري سيدتي الفاضلة بأن دولة الكويت دولة معطاءة، وأسرة خالد الصباح أسرة يعني عريقة، ولدى الكويت وأبنائها وقياداتها و شبابها وشاباتها هناك من الدافع والعمل والطاقة الإيجابية التي إن شاء الله سوف تستمر على خطى مؤسسة له القيادة الكويتية. نعم، يعني أيضا العمل مع الدول العربية كما ذكرت، وكان يعني للكويت دور سواء كان في جامعة الدول العربية أو حتى في البرلمان العربي، يعني نتحدث عن هذه الجزئية ومساهماتها خاصة فيما يتعلق مع الدول العربية. صحيح، هذا مهم جدا سيدتي الفاضلة، ولا ننسى ولا ينسى الفضل إلا يعني ناكري الجميل. الكويت كانت سباقة في تقديم الدعم بكل أشكال، إذا كان دعما لوجستيا أو دعما معنويا أو دعما اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، خصوصا في منطقة الخليج وفي الدول العربية كان للكويت يد طولة في تقديم المساعدات في الفترة الماضية، وهذا كله جاء بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بالرؤية الثاقبة للقيادة الكويتية وشعبها من خلال بناء جسور المحبة والتواصل مع أبناء الأمة العربية والإسلامية على حد سواء. بما يخص البرلمان العربي، نعم الكويت كانت مساهمة جدا في تفعيل او دعم خصوصا
أستاذ أحمد أستأذنك أن تبقى معنا، ولكن سأقرأ هذا البيان وأعود لحضرتك. تنعي جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم، وينعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية، حريصا على شؤونها، حكيما في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية. وتعلن جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان. ونعيد البيان. تنعي جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم، وينعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية، حريصا على شؤونها، حكيما في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية. وتعلن جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان. وأعود إلى ضيفي الأستاذ أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس البرلمان العربي الأسبق. أستاذ أحمد أعود لك، تفضل لمتابعة كلامك. نعم سيدتي، فكما أسلفنا للكويت وقيادته وحكمة شعب الكويت دور متميز في تعزيز العمل العربي المشترك ومشاركة يعني كل أعضاء البرلمان العربي، خصوصا في الظروف التي مرت فيها المنطقة العربية، خصوصا كنا نتكلم عن يعني الأزمات التي مرت فيها المنطقة في يعني الفترة الماضية، وأيضا دورة الكويت في دعم القضايا الاستراتيجية للوطن العربي، لا سيما القضية الفلسطينية ودور القيادة الفلسطينية القيادة الكويتية وإيمانها ومشاركة القيادة الكويتية والشعب الكويتي الرؤية العربية الشاملة التي تدعو إلى المحبة والتسامح والسلام، لا سيما بأن المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد صباح الأمير السابق الذي يعني سمي من الأمم المتحدة كرجل السلام، فلذلك القيادة الكويتية والشعب الكويتي معطاء، والشعب الكويتي في البرلمان العربي كان ويعني شهدنا له وعملنا معهم عن قرب جدا من خلال يعني التزامهم ودعمهم للرؤية العربية الشاملة، والتصدي لكل من حاول شق الصف في فترة من الفترات التي مرت فيها المنطقة، ولكن عبرنا هذه في البرلمان العربي عبرنا هذه المنطقة بدعم من كل الأخوة العرب، لا سيما البرلمانيين الكويتيين والمصريين وكل الفريق والإماراتي والسعودي، كل المنظومة العربية في الواقع عملت على رؤية تخدم المنطقة بصورة عامة، وهذا ما يعني من الدروس المستفادة التي نتعلمها من شعوبنا العربية، والذي نعد الشعب الكويتي من مؤسسيها ومن قياداتها. نعم، كل الشكر لك أستاذ أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس البرلمان العربي الأسبق.